قراءة القرآن تصل الميت؟ إذا كانت القراءة من الولد من الأولاد، أولاد المتوفى والزوجة. أنت بدي جاوبي ولا أنا؟ تفضل. أيوة أنا عم أحكي، رح أعطيك جواب كما يقال جواب جامع مانع. فأقول إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان أبا أو أما فهذه القراءة تنفع، أما من سوى الأولاد فلا تنفع قراءتهم غير الأبوين كما ذكرت آنفا. فالزوج إذن طلعت برا، لكن بلا شك أنت كزوج مصاب بوفاة زوجك فباستطاعتك أنك تدعيله أنه إن كان محسنا فربنا عز وجل يزيد في حسناته، وإن كان مسيئا فربنا يتجاوز عن سيئاته. دائما يعني تذكريه بالخير وتدعيله بالخير، أما أنك تقرأي وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكر في الحديث السابق. وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن شاء الله لك منه أولاد. نعم خمس بنات ولد. ايه اكبرهم 10 سنوات. 10 ان شاء الله بيعيشوا وبيكونوا سعداء وبيعملوا صالحا حتى ينتفع ابوهم منهم. ومن هلا انت ربيهم على هذا.